ربنا يقول لنا في القرآن بكل صراحة: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. لعنوا في الدنيا والآخرة. أي واحد يسب الدين، يسب الإسلام، يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إحدى أمهات المؤمنين، أو أيا كان من مثل هذا الموضوع، إنما يستحق لعنة الله، فلا تفعل ولا تقترب من هذه الناحية. اعرف أفعال التي تأتي باللعنة على صاحبها فتجنبها، وإن كنت واقعا في بعضها فتب إلى الله، ربنا هيقبل منك. زي ما قال لنا كده: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. إن غرتك نفسك ووقعت في فعل يستوجب اللعنة فأسرع بالتوبة إلى الله تعالى حتى يرفع الله عنك هذا الوصم السيء الذي ربما والعياذ بالله يكون سبب عار عليك وعلى المجتمع الذي تعيش فيه.